23 إحصائية وحقيقة عن فصل الخريف سنستعرضها سوية الآن في هذا الفيديو تزامناً مع بدء الاعتدال الخريفي. ابقوا معنا بعد الفاصل. أمنية. بنك الاتحاد. شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. إذن يحدث الاعتدال الخريفي يوم الأربعاء 22/9/2021، تحديدا يحدث هذا الاعتدال في الساعة 10:21 مساء يوم بتوقيت مكة المكرمة يوم الأربعاء. الاعتدال الخريفي هو حدث فلكي، ومع حدوثه يكتمل شروط دخول فصل الخريف في نصف الكرة الشمالي، حيث أنه في علم الأرصاد الجوي يبدأ فصل الخريف في الأول من شهر 9، بينما فلكيا يبدأ مع الاعتدال الخريفي أو يوم 22/9. في فصل الخريف أو في هذا اليوم يبدأ فصل الخريف في نصف الكرة الشمالي من الكرة الأرضية، ولكن على النقيض من ذلك يبدأ فصل الربيع في نصف الكرة الجنوبي. في هذا اليوم يتساوى تقريبا الليل والنهار في معظم أرجاء الكرة الأرضية، وأيضا يبدأ طول النهار في نصف الكرة الشمالي بما فيها مثلا مناطق الأردن والوطن العربي. يبدأ طول النهار بعد هذا اليوم بالتناقص التدريجي ليصبح النهار أقصر ويبدأ يصبح أقصر من الليل، وتزداد تدريجيا فترة طول ساعات الليل في نصف الكرة الشمالي. في هذا اليوم تحديدا تشرق الشمس مما يسمى بنقطة الشرق الحقيقي، وبالتالي يمكن تحديد الشرق بدقة في هذا اليوم، وتغرب الشمس في نقطة الغرب الحقيقي، وبالتالي يمكن تحديد الغرب بدقة متناهية في هذا اليوم. يستمر فصل الخريف فلكيا تقريبا حوالي 90 يوما، وذلك حتى موعد الانقلاب الشتوي الذي يحدث بالعادة في 21 من كانون أول ديسمبر المقبل، وتستمر هذه الفترة بما يسمى بفترة فصل الخريف. ولكن مع التنويه بأنه في علم الأرصاد الجوية يبدأ فصل الشتاء في الأول من شهر ديسمبر كانون أول. تعتبر هذه الفترة في بلاد الشام ومناطق الوطن العربي هي فترة انتقالية ما بين فصلي الصيف وفصل الشتاء، وبالتالي تتميز بتقلبات كبيرة جدا وحادة في الأجواء، قد تكون على شكل تقلبات وتباينات كبيرة جدا في درجات الحرارة، إذ تبقى درجات الحرارة صيفية الطابع في بعض الأوقات، وأيضا تزداد فترة انخفاض درجات الحرارة وتزداد حالات عدم الاستقرار الجوي وفرص هطول الأمطار بشكل تدريجي خلال هذا الفصل وخلال هذه الفترة. مناخيا يبلغ معدل درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمان 26 درجة مئوية خلال الأشهر 9 و10 و11، والصغرى تهبط إلى 13 درجة مئوية ونصف، هذا طبعا معدل طويل الأمد. شهدت المنطقة، وهذا ما يعكس مدى التقلبات الكبيرة في الأجواء في فصل الخريف، شهدت المنطقة خلال تقريبا آخر 90 عاما أو أكثر ما مجموع حوالي 35 موجة حارة في هذه الفترة، وكان آخر ذلك وآخرها في العام الماضي في عام 2020، حيث شهد شهر 9 شهر أيلول موجة حارة تاريخية أثرت على مناطق عديدة من بلاد الشام بما فيها الأردن. شهدت أعلى درجة حرارة عظمى في هذه الفترة في العاصمة عمان حوالي 43 درجة مئوية في عام 2020 تحديدا في تاريخ 4 أيلول 4/9، وكانت هناك موجة حارة قوية تسيطر على المنطقة. سجلت أعلى درجة حارة في الأردن في العقبة في فصل الخريف في تاريخ 5/9 من ذات العام ضمن نفس تأثير الموجة الحارة بواقع 48 درجة مئوية ونصف، وكانت الأجواء طبعا حينها لاهبة. ثاني أعلى درجة حارة سجلت في فصل الخريف كانت في منطقة وادي الريان، وذلك في يوم 17/1976، وبلغت حين درجة حارة حوالي 46 درجة مئوية في تلك الفترة، وذلك هناك كان موجة حارة تؤثر على المنطقة. تشير السجلات المناخية أيضا، وهنا يؤكد ويعزز فكرة وجود التباين الكبير في درجات الحرارة في فصل الخريف وكونه فترة انتقالية، تشير السجلات المناخية بأن بعض المناطق المملكة تتعرض إلى موجات من الصقيع مع نهايات
وأواخر فصل الخريف، حيث مثلا سجلت أقل درجة حرارة في فصل الخريف في عمان في تاريخ 24/11/1958 بواقع 3 درجات مئوية تحت الصفر. أيضا سجلت أقل درجة حرارة صغرى في على مستوى الأردن في فصل الخريف في منطقة الشوبك بواقع 11 درجة مئوية تحت الصفر، وذلك في تاريخ 17/11/1978، ولابد أن ذلك التاريخ كان يحمل معه موجة من الصقيع بشكل قاسي. أيضا مناخيا ومن ناحية المطرية تشكل الأشهر 9 و10 و11 ما تقريبا مجموعه 13% من الموسم المطري. هذا الموسم المطري الذي يبدأ في بلاد الشام والأردن تقريبا من منتصف شهر تشرين أول شهر 10 وأحيانا أبكر من ذلك وأحيانا يتأخر بقليل ويمتد حتى شهر 5 من العام الذي يليه. تشكل فترة الخريف اللي 9 10 11 تقريبا ما مجموعه 13% من الموسم المطري. وبالرغم من ذلك فقد سجلت بعض الأوقات كميات كبيرة من الأمطار، فمثلا سجلت أعلى كمية مطر يومية في المملكة في تحديدا منطقة غرب العاصمة عمان، وذلك بتاريخ 8/11/1986 حين تعرضت المنطقة لمنخفض جوي عميق جدا ومبكر، وبلغت كمية الأمطار في يوم واحد 100 مليمتر من الأمطار. أعلى كمية مطر شهرية في فصل الخريف على مستوى المملكة سجلت في تاريخ شهر 11 من ذات السنة 1986 وبلغت تقريبا 294 مليمتر من الأمطار في رأس منيف في عجلون في ذات الشهر، وذلك أيضا ما رده إلى ذات المنخفض الجوي العميق الذي أثر على المنطقة في تلك السنة. للتنويه أيضا تشهد مؤخرا مناطق بلاد الشام والأردن حالات فيضانات وسيول متكررة خلال الأعوام الماضية تسببت بعض منها بحدوث وفيات وأضرار كبيرة. فتكررت مثلا في العام 2015 غرق العاصمة عمان في بدايات شهر 11، وأيضا في 2018 تكررت حالات سيول متعددة في شهر 10 و11، منها كانت حالة وكارثة البحر الميت في الأردن. وبالتالي تكثر فرص حدوث الفيضانات والسيول إثر حالات عدم الاستقرار الجوي في هذا الفصل بشكل لافت في المنطقة العربية. شهدت الأردن أيضا تساقطا للثلوج خلال فصل الخريف في بعض الأعوام، فمثلا شهدت في شهر 11 الأعوام 79/82/86/94/2004 تساقطا للثلوج في بعض مناطق المملكة خلال هذه الأعوام في شهر 11، وتعتبر التساقطات الثلجية في شهر 11 من الأمور النادرة والمبكرة جدا التي تحدث لكن في فترات زمنية متباعدة. وشهدت الأردن بالرغم من أن دخول فصل الشتاء بدأ من الناحية علم الأرصاد الجوية بالأول من شهر 12، إلا أن في عام 2013 وقبيل الانقلاب الشتوي حدثت عاصفة ثلجية تاريخية أثرت على الأردن وتحديدا في المنطقتين الشمالية والوسطى من الأردن والتي تسمى بالعاصفة أليكسا، حيث تساقطت كميات كبيرة من الثلوج وتراكمت إلى ما يزيد عن النصف متر في أحياء العاصمة عمان، وذلك قبل أيام من حدوث الانقلاب الشتوي. وتلك العاصفة أليكسا أيضا عملت على أن تسجل تقريبا أقل درجة حرارة صغرى في تاريخ السجل المناخي في الأردن، حيث سجلت في 15/12/2013 درجة حرارة ناقص 16 درجة مئوية تحت الصفر، 16 درجة مئوية تحت الصفر في منطقة الشوبك في تلك العاصفة. إذن هذا كان بعض الحقائق والإحصائيات عن فصل الخريف الذي يتوقع بمشيئة الله تعالى أن يدخل في المملكة وعموم مناطق نصف الكرة الشمالي بعيد 22 من شهر 9، أي بعد أن يحدث الاعتدال الخريفي. نسأل الله أن يجعل هذا الفصل فصل خير وبركة. وهناك نشرة جوية موسمية خاصة عن توقعات فصل الخريف تجدونها في قناة طقس العرب. دمتم بخير، إلى اللقاء.